السوق دابا كان بيع فيه 15 درهم، وبالنسبة للأثمنة الجملة 13 12 ونص، هذا هو سوق الجملة. الرومي شحال داير؟ الرومي دابا داير 12 درهم في السوق، 12 13، وبالنسبة للحمرة داير 10 10 ونص 10، وكان بيع فيه هنا ب 15 درهم. بالنسبة مزيان دابا، مزيان بالنسبة للرومي، مزيان للوكال، مزيان للمواطن دابا، مزيان. دابا السلعة موجودة، هذا هو المشكل. دابا السلعة وجدات، السلعة وجدات والحمد لله، الأمور مزيانة دابا. لا حيت دابا السلعة وجدات، حيت الناس كتعمر بزاف، والحمد لله السلعة وجدات، الحمد لله الحمد لله. لا الكلية الحمد لله، كاين الإقبال، كاين الإقبال شوية، كاين الإقبال على الرومي وعلى الكروازي، ولكن على الرومي أكثر. الناس كانوا موحشين الدجاج بزاف أخويا، راه هذا هو ديال الدرويش الصراحة تقال. الحمد لله الناس فرحانه بزاف هذا الرخاء، وكيتخداو الناس بزاف. وشحال من واحد كيجي عندك يقول لي والله ما عمرني دخلتو للدار في الغلا، دابا الحمد لله الناس كيتخداو بزاف، كاين عندنا الاقبال الحمد لله على الدواجن. الفلوس دابا كاينه 5 دراهم 5 ونص بالنسبه للفلوس، والكوكلي 13 درهم، وكنشدوه ب 10 دراهم 11 درهم باش كنشدو الكوكلي. دابا الامور مزيانه الحمد لله. بيبي خويا داير 24 درهم في السوق، وكنبيعوا فيه هنا ب 30 درهم 35، الحمد لله الامور مزيانه الحمد لله. اللي ياخذ دجاج مرحبا، الف مرحبا، 15 درهم راه الثمن مزيان، ثمن مناسب، لا ما يقدرش يطيح. 14 15 16 مزيان، الامور مزيانه الحمد لله. لا 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 طلع يطلع 16 17، دابا هو الماكسيمو ديالو خاص يكون 16 17، مزيان لكل شيء، مزيان للوكال والبيع والشراي ولا داك 17. بالنسبه دابا الامور مزيانه، دابا 13 في السوق، 12 ونص دابا، حتى درهم زايده ناقصه، حتى ما عم تلاقيتي الحمد لله.